بسم الله لعمل الروف. باجي هنا اقول له انا عايز اعمل روف اضيس مرتين، اختار الارتفاع بتاعي عن الدور اللي انا واقف فيه، او ممكن انسب لدور تاني. يعني ممكن اقول له انا في الفيرست وخليها لي 6 متر زي ما انا عايز، هو كده بينسب النقطة الزيرو بتاعتي. السمك بتاعي ببدأ اختار هنا الماتيريال بتاعتي. انا بختار هل انا عايزها قطعة واحدة ولا عايزها تبقى مالتي بلان. ممكن اختارها مثلا زاوية 45 او اي زاوية، خلينا نجرب زاوية 45 من انها تطلع كبيرة. اقول له اوكي وابدأ اقول له مثلا من هنا اول ما تيجي علامة صح لهنا، تمام، وابدأ اشوفها طلعت معايا بالشكل دوت، تمام. لو عايز الحوايط توصل لحد السقف وتقف، بعمل سيلكت الحوايط واضغط رايت كليك كونكت تريم اليمنت روف، واروح مختار الروف بتاعي، تمام. اروح مختار انا الحوايط اللي انا عايزها هي اللي تبقى موجودة بالشكل دوت. طيب الزاوية دي انا حاسس انها كبيرة، اعمل سيلكت واروح داخل هنا واقول له انا عايزها مثلا بزاوية 10. اوكي خلاص كده بقت بزاوية 10، تمام. اضغط ديليت وارجع تاني للدور السكند واقول له انا عايز اعمل روف. اقول له انا عايزها سلابة، مش معنى سلابة انها من غير ميل، لا ممكن اخليها بميل وممكن اخليها من غير ميل. اقول له مثلا 20 واقول له اوكي وابدأ اختار مثلا من هنا، دي المكان اللي هيمين منه، واقول له مثلا من الناحية دي، وابدأ ارسم السطح بتاعي من هنا لهنا، تمام. وادوس F5 الاقي السطح بتاعي اترسم بميل. طب لو انا عايز بقى من غير ميل، تمام، اقول له انا عايز روف، ادخل في الخصائص اقول له انا عايز دي 0. اوكي تمام، بس لازم برضو احدد المكان اللي المفروض يحصل منه الميل اهوت. اروح دايس F5 الاقي ده الصفحة بتاعي، ونفس الطريقة لو انا عايز اخلي الحيطان توصل ليه، اعمل سيلكت الحوايط رايت كليك كونكت تريم اليمنت روف، تمام. حدد الروف بتاعي، اعمل سيلكت الروف، اسف الروف هنا، تمام. اعلم على الحوايط تاني رايت كليك كونكت تريم اليمنت روف، واعمل شوف اني الروف بتاعي فين هوت، واروح محدد الحيطان انا اللي تفضل اللي فوق اللي تحت. طبعا في اي وقت عايز تعدل السقف باجي هنا بدوس على النقطة ديت، تمام. تظهر لي القايمة واقول له مثلا انا عايز اوفست، واروح مزودها بالمسافة اللي انا عايزها، وعليكم مثلا 500 بالشكل دوت، او تعمل موف او تعمل تزود تنقص زي ما شفنا في السلاب. يعني ممكن اقول له انا عايز انا اطرح جزء معين، فبيقول لي مفيش مشكلة ارسم الجزء اللي انت عايز تطرحه اهوت، وليكن مثلا في هنا مسقط نور او حاجة زي كده، تمام.